احنا ليه فرحانين بالفوز بالامس؟ لان هو فوز مهم، يعني هنقدر نقول معنويا وهنقدر نقول حماسيا للاهلي ولجماهير الاهلي بالمناسبه. نتكلم هنا عن فوز على الاتحاد، ولكن عندنا كلام كتير جدا لازم نناقشه عن الماتش اكيد، وعن اداء اللاعبين، وعن الخطه اللي جايه، وعن الناشئين، وعن التطوير، وعن التحكيم، يعني ملفات عديده جدا. بس خلينا نرحب في البدايه بصديقنا العزيز كابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق. احلى بونجور بقى، نقول احلى بونجور. صباح الخير وكل سنه طيبه الاول. وحضرتك والله كده كتير. صباح كابتن كريم. ازي حضرتك؟ منورنا وسعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا، وزي ما الهواد قاعده بترص كده، احنا عندنا ملفات لو هنفتحها هتقعد معانا بتاع يومين، بس عايزين نقفلها كلها بقى في وقت زي يعني نوعا ما مش كبير قوي. وخلينا بعد اذن حضرتك نبتدي كمان بالتفصيله اللي ذكرتها نهواند، الناشئين. هل الدفع بالناشئين خطوه اتاخرت حبتين؟ هو طبعا بنبارك للنادي الاهلي امبارح على المكسب، امبارح فوز معنوي وايجابي جدا جدا بالنسبه للناس اللي شاركت، وطبعا كان اغلبهم من اللعيبه اللي كانت موجوده برضو مصابين وراجعين من اصابه، وبعض اللعيبه الشباب اللي هم امبارح كان ليهم دور في نتيجه المباراه. طبعا الحته الفنيه، الحته البدنيه، ما شاء الله في اكتر من لاعب ظهر بمستوى كويس جدا جدا. ودول هيبقوا مكسب الفتره اللي جايه، اضافه لفريق النادي الاهلي. طبعا المكسب بتاع امبارح ده بدايه طبعا القرارات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب دي كانت ايجابيه جدا، انا بسميها لتصحيح الاوضاع داخل النادي الاهلي، بدايه يعني تصحيح المسار وداخل المنظومه الرياضيه في مصر، لان النادي الاهلي تعرض لظلم كتير تحكيميا. الامور الفنيه، منظومه النادي الاهلي صعب جدا تتدخل مع اي مدرب شغال والموسم شغال، بس لما لقوا الدنيا هتهرب شويه دخلوا في الوقت المناسب بعد القرارات اللي خدها مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، اكيد هتبقى ايجابيه جدا جدا على فريق الكره. من ضمنها الموضوع اللعيبه اللي هم الاساسيين بقى لهم فتره كبيره جدا ما ارتاحوش، وده كان فيه لود وكان فيه حمل جامد جدا عليهم، اللعيبه ممكن تسقط واحد ورا واحد. صحيح. ودي ادت، وده اللي حصل بالفعل الفتره الاخيره. اكيد حصل فقدان بعض النقاط بسبب برضو الاجهاد اللي هو زايد، لان في لعيبه برضو مش عايزه تريح، لا متمسكه باللعب ومش عايزه تقعد، عشان كل واحد بيحب ان يكون موجود في الملعب. بس دي ممكن تيجي تاثر تبقى سلبيه عليك، من ضمنهم اسامي كبيره في الفرقه، لما يكون انت بتلعب ماتشات كتير جدا جدا وفي حمل زايد عليك، منتخبات واستحقاقات، كاس العالم الانديه، بطوله افريقيا، كل ده وقت اثر على بعض اللعيبه. فقرار صائب جدا جدا ان اللعيبه دي تريح الفتره دي، وبقى انضمام اللعيبه اللي هم الشباب اتفرجنا عليهم امبارح ظهروا بمظهر كويس جدا جدا، احمد سيد غريب سجل، زياد طارق، حمزه وكريم، وحمدي، اشرف، فخري، في مجموعه لعيبه كويسه جدا، ودي هتبقى منافسه. المنافسه هنا بتزيد بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، اللي كان مصاب ورجع، اللي كان مرتاح لما يجي له بعض الشباب لعيبه كويسه بيخشوا على فترات، فدي بتصب في مصلحه النادي الاهلي، هتبقى ايجابيه لفريق الكوره الفتره اللي جايه يا مسهل ان شاء الله. مين اكتر حد عجبك، كريم فؤاد ولا احمد سيد غريب ولا محمد فخري امبارح؟ هو بس يا حضرتك اللي لفت نظري طبعا احمد سيد غريب عشان سجل هدفين. زياد طارق عنده موهبه، الاستحواذ وكده برضه، وعنده قدرات فنيه عاليه جدا. يعني في كده ريحه اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي بتلعب برجلها الشمال زي الكابتن طاهر ابو زيد. على فكره في ناس كتير شافت في زياد طارق طاهر ابو زيد جديد. طبعا حاجه كويسه جدا لما يتشبه بنجم زي الكابتن طاهر ابو زيد. طبعا بالنسبه لاحمد سيد غريب طبعا يسجل هدفين وفرود النادي الاهلي في مباراه زي دي في الدوري، طبعا حط بصمه كويسه. اشرف كويس جدا، محمد اشرف، فخري عمل مباراه كبيره، لا اللعيبه حتى حمدي لما نزل لمساته سحريه، يعني عمل كذا كوره، في واحده حطها لصلاح محسن، لو صلاح اراها كويس كان ممكن يروح انفراد، فاللعيبه عندها، بس طبعا محتاجين فرصه، والفرصه هتيجي طبعا صعب جدا ان هم ياخدوا على طول ماتشات اساسيه، لان طبعا الخبرات هنا بتفرق. الاهلي اللعيبه الكبار اللي مريحه ما ترجع هيبقى ليهم برضو دور الفتره اللي جايه، بس دي بتصب في مصلحه النادي الاهلي وحاجه مبشره. ما ينفعش ان بعض الانديه تشرك لعيبه صغيره
وانت يعني عندك مؤسسه كبيره جدا جدا في قطاع الناشئين، واحنا اللي خرجت اسماء كبيره، احنا اللي بدعنا في مصر، احنا اللي بدعنا في مصر ازاي النادي الاهلي اول فريق في مصر بدا ان الناشئين تلعب بمباراه الزمالك بتاع 3-2. ال 11 كانوا صغيرين، والاحتياطي كانوا صغيرين، قرار صائب من الكابتن صلاح سليم ساعتها واشرك اللعيبه. نفس السيناريو والتاريخ بيعيد نفسه، كابتن الخطيب قرار صائب جدا جدا وقرارات مهمه جدا في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فده كله ان شاء الله يصب في مصلحه النادي الاهلي الفتره اللي جايه. حلو جدا. طب لو اتكلمنا بقى على الفتره الحاليه اللي احنا فيها دي برضو كابتن صديق، علشان نقدر ان احنا نعدي منها، تعالى نرجع دايما بالاصل او بالتاريخ. وقت حضرتك بقى كابتن صديق الجمال اكيد مريت او مرت معاكوا صعوبات برضو مع ومش هقول يعني انكسارات، ولكن برضو في كان في اجواء في بعض الاحيان ما بتكونش الافضل لاسباب كتيره. ازاي قدرتوا بقى وقتها برضو تمروا؟ يعني لو هنقارن فتره حضرتك وجيل حضرتك بالجيل الحالي، خلينا نعرف على مستوى الاجيال كلها، مش جيلنا بس والجيل يعني الحالي بالزبط. على مستوى الاجيال ساعات امر طبيعي يعني. النادي الاهلي متعود ياخد بطولات، وهو ما شاء الله متسيد البطولات في مصر من ساعه ما البطوله اتعملت، وعنده يعني استحقاقات كتير، سواء افريقيا، سواء كاس العالم، سواء بطوله عربيه، كل سواء منتخب، كله النسبه الكبيره لعيبه النادي الاهلي تبقى موجوده في المشاركات. فاكيد في اوقات معينه بيبقى لازم اللعيبه دي تريح، عدم الراحه وما يبقاش فيه ارتياحيه للعيب، بيجي له فتره معينه بيحصل فيها دروب. الدروب ده ممكن ياخد فتره قليله، ممكن ياخد فتره كبيره. طبعا المعنيين على الشان ده بالنسبه للامور الفنيه بيبقى لهم دور كبير، وبالذات المدير الفني. زي الفتره اللي فاتت لو كان مثلا مستر موسيماني بيحط بعض العناصر اللي هي الشابه زي اللي دخلوا دلوقتي، كان دي هتفرق مع النادي الاهلي مع اللعيبه. صح، عمليه الروتيشن يعني ان انت تغير وتدخل ده وتطلع ده تفرق معاك على مر العصور. في مدربين كان يعني مانويل جوزيه كان عنده البنك ما شاء الله بره، كان عنده اللعيبه اللي بتلعب، كان عنده ناس موجوده، وكان في لعيبه كتير في النادي الاهلي مؤهله كلها ان هي تكون متواجده. في فتره بيبقى انت بتعتمد على ال 11 مميزين جدا جدا، هم اللي بيلعبوا البطولات، ممكن بتغير في حدود 2 3 4، ما ينفعش تغير 6 7 8، بيحصل هزه، والكفاءه بتبقى عند ال 11 اعلى من 7 8 اللي بره، فدي بتفرق. فالنادي الاهلي متعود بطولات، ففي فتره المدير الفني بيبقى شغال برضه يخاف يزق عنصر عنصرين من الصغيرين، بيبقى قلقان شويه. احنا كده كده على ذكر المدير الفني اكيد عايزين نقف مع حضرتك برضو عند ريكاردو سواريش ومساله الحكم عليه، هل هو حكم مبكر، هل هو حكم هيبقى جائر، لان الراجل لسه بيقول يا هادي وما خدش فرصته وجه من الدار للنار على طول ولا لا. خلينا نقف بعد اذنك عند التفصيله دي ونطلع فاصل ونرجع نتناقش معاك فيها. اتفضل. طيب خلينا نروح دلوقتي مع كابتن صديق، لان في نقطه اتكلمنا فيها كتير وعلى فكره لسه هنتكلم فيها اكتر هنفضل يعني بس قصه هنا، لان نفسنا حد يعني يلاقي حل. والله يا كابتن صديق لما تيجي تتكلم عن يعني المسابقات الكتيره الغير منظمه، يعني على سبيل المثال دلوقتي العالم كله الدوري فيه بيبدا، احنا لسه بنخلصه فيعني الموضوع بقى سخيف، والموضوع بقى مضحك، والموضوع بقى متكرر، وما فيش اي امل ان ده هينتهي قريبا. من وجهه نظر حضرتك الحل موجود ولا مش موجود؟ ولو موجود ايه هو بالنسبه للمسابقات يعني والاتحاد الكره؟ مفيش تنظيم خالص. هو اللي هي المفروض زي خلي بال حضرتك ده مش بس مشكلته او انعكاسه على النادي الاهلي، انعكاسه على اللعيبه كلهم اللي منهم المنتخب اللي أكيد. بعد كده المنتخب ومنظومه كره القدم في مصر بتتاثر، وبيسبب يعني اجهاد وبيسبب ضغوطات على بعض الانديه وبعض اللعيبه. هي لازم المنظومه الاول يعني اول ما الاجنده تتحط، اتحاد الكره يحط المسابقات ويحط التنظيم، بيعمل حسابه ان في فرق مشاركه في البطوله الافريقيه، في مشاركه لو في بطوله عربيه، في المباريات بتاعت المنتخب الاستحقاقات، لازم من اول الموسم يحط كل حاجه ويرتب زي ما بيقولوا الاوضاع، بحيث لما يجي ما يبقاش في مؤجلات كتير، ما يبقاش في خربطات. الانديه كلها بتحط المسابقه بدايه الدوري يبقى ليه وقت معين تنتهي المسابقه، انما هنا في مصر بالذات الامور بتبقى ملخبطه بسبب بقى المؤجلات، بسبب المشاركات. بس دي المفروض الاتحاد بيحط بدايه الموسم اسس، هو المفروض نظام. بس ده ما بيحصلش. ما دي مش من الانديه، دي من الام يعني او الاب بتاع اللعبه هو اتحاد الكوره،
فان شاء الله يلاقوا لها حل عشان نبقى احنا زي الدول الثانيه، كل الدول العربيه والدول الاجنبيه. طب اتحاد اتحاد الكره مؤخرا ما كانش تحدث عن اي نقاط ان هيحصل فارق في الفتره اللي جايه بخصوص ضغوطات المسابقات؟ ما لسه بقى بصراحه احنا يعني الامور اللي لم تتضح يعني لن تتضح، وما فيش حاجه يعني المفروض يعلنوا ويكونوا موضحين الامور عشان الناس بعد كده تمشي على النظام بتاع اتحاد الكوره، سواء المشاركات الخارجيه او الداخليه، فدي متوقفه على الاتحاد. فان شاء الله الفتره اللي جايه يلاقوا لها حل باذن يا الله يا رب. طيب نروح بقى للنقطه اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيها قبل ما نطلع الفاصل، مساله سوارش والحكم المبكر عليه، لان الراجل جاي في وقت متاخر جدا وجاي على وضع ما هواش الوضع الامثل فيما يتعلق بقوام الفريق والاصابات يعني الوضع اللي حضرتك عارفه كويس. هل نقدر نقول ان الحكم الحقيقي على سوارش هيبتدي مع بدايه الموسم الجديد، من منطلق انه يكون اللي تعبان خد وقته في الراحه، المستبعد لاي سبب من الاسباب يكون رجع مره ثانيه، يكون حط ايده على نقاط القوه في اللعيبه الاصليه الاساسيه اللي عنده، وكمان اتعرف بدرجه كافيه على قدرات وامكانيات الناشئين اللي هو ابتدى يعني يشوف لهم شغل حلو على ارضيه الملعب. اكيد طبعا هو المدرب صعب جدا تقيمه في الفتره اللي هي الليله دي اللي هو استلم فيها فريق النادي الاهلي. ممكن في الاول ممكن النتائج ما تكونش خدماه، يعني في مباراه بتبقى صعبه جدا وممكن ما توفقش فيها، حصل بعض الصعوبات في الاداء بالنسبه للعيبه وبالنسبه لاداره المباراه بالنسبه ليه، لسه جاي جديد برضه هياخد فتره على ما يتاقلم ويبقى في عنده ارتياحيه اكتر. يعني لو قارنا بين مجيته هو وقت ما جه والوضع اللي احنا كنا عليه بمجيه بيتسو موسيماني والوضع اللي كنا عليه، هتلاقي ان هو حظه مش حلو قوي سوارش. وغير الحظ موسيماني اكتر خبره منه، موسيماني شغال في دوله افريقيه وكان عنده مشاركات افريقيه مع سان داونز وبرده متابع جيد للجو المحيط بيه بالنسبه للمسابقات الافريقيه وحتى البطولات اللي هي بيشوفها البطولات العربيه، وعنده معلومات كبيره جدا عن الفرق في مصر، الفرقه في تونس، الفرقه في المغرب، لان هو اتقابل مع الفرقه دي كلها وعارف طبيعه اللعيبه، وبرده لما دخل الظروف خدمته اكتر ما خدمت ريكاردو. دي بتفرق حته النتائج برده فيها توفيق من عند ربنا، بس هو ريكاردو حظه برده سيء، اتصدم بمباراتين صعبين، مباراه البيراميدز ومباراه الزمالك وبرده فقد بطوله، فدي بتاثر عليه هو كمان في التعامل، ان المدرب برضو بيحتاج باور ان يجي مثلا يكون بيكسب عشان هو اكيد على مستوى الاحتراف يا كابتن صديق عارف ان هو لا يمكن يحكم على نفسه حتى دلوقتي ولا المفروض ياثر عليه نفسيا. هو ما بيحكمش هو كان لسه جاي طازه زي ما أيوة. ما هو بيحكمش، بس حضرتك انت سالتي وكابتن كريم بيقول ايه ان هو نحكم عليه ازاي، فالفتره قليله، بس كل ما بيقعد فتره اكتر مع تيم النادي الاهلي بيكتسب خبرات الدوري المصري، بيكتسب خبرات اللعيبه بتاعت النادي الاهلي واللعيب العربي بصفه عامه، يعني الفتره الجايه هو هيستفيد منها، كل ما بيشوف اللعيبه سواء قطاع الناشئين اللي صعدت، اللعيبه المصابه بترجع، بيبقى عنده ارتياحيه في الاختيارات. يعني النهارده مثلا احنا الحمد لله المجموعه اللي دخلت اتوفقنا امبارح وكسبنا الاتحاد برده 3 بونت كويسين في المسابقه، وادوا له برده ثقه اكتر في التعامل الفتره اللي جايه. ماتش المصري هم قعدوا في برج العرب، دي برضو كويسه بالنسبه لي ان برضو اللعيبه تبقى موجوده معاه، يبقى في راحه اكتر، ما يبقاش في جهاد على اللعيبه. بالنسبه للاختيارات هو يعني بالفتره اللي فاتت كان في ضغوطات وفي مباريات ما كانش برضو عارف لعيبه الاهلي كلها كويس، يعني في بعض طبيعي المباريات امر طبيعي ما شاء الله، يعني سامي قمصان موجود في الجهاز وده كان برضو عامل كويس مؤثر لي بالنسبه للعيبه ان هو بيوصلوا الرؤيه الفنيه كامله، لان في ماتشات يعني مثلا في لعيبه بيلعب في مكان معين هو ما يعرفش انه ممكن يلعب في مكان تاني، فممكن هو يحط لعيب في البوزيشن بتاعه في الملعب مختلف، فالمدرب العام بيشتغل معاه طبعا بيوجهه في فتره بقى يجي هيبقى في غنى عن اي حد يقول له اي حاجه، ان خد خبره من لعيبه وتعامل وقعد فتره كبيره هتديله ارتياحيه الفتره اللي جايه، انما الحكم عليه فنيا صعب جدا جدا لان الفتره قليله. وبرده النادي الاهلي ما بيحاسبش اي مدرب بالقطعه، شوف انت النادي الاهلي ما تدخلش بالقرارات بتاعت مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب في اللي خدناه الاخيره لما لقى الدنيا هتهرب بالنسبه للعيبه. على فكره القرارات دي رحمت اللعيبه
رحمه لعيبه النادي الاهلي. لا هي رحمه الفريق كله. بص يا كابتن السديه، بس بالذات المجهدين، لا ما هو اللي هم بيلعبوا في المنتخب وفي النادي اساسيين. طيب هي النقطه في حاجه برضو علشان استكمال الحركة لان الوقت تقريبا خلص. الحق يقال برضو الحكم اللي كان مسبق على موسيماني اول ما جه، لان هو اصلا كان جاي في ظروف رائعه وكمل بطولات كان بداها فايلر، فكانت لصالحه الى حد ما البدايه بتاعته استلم فريق أكثر. جيد جدا بالظبط، لكن برضو كان الحكم عليه مسبقا او بسرعه كان غلط في حد ذاته. هو اثبت نفسه بعد كده واثبت ان هو على جدار. انا بتكلم على الموسمين دلوقتي، حتى سواريش ان انا احكم عليه برضو بسرعه مع الظروف اللي هو جه فيها برضو مش فار ومش صح طبعًا. فخلينا ننتظر، لان ده بحكم او بلغه كره القدم والمنطق طبعًا. لا يمكن الحكم الان، هو بيكمل اللي قبله ولكن لسه ما شفناش سواريش مع الاهلي عامل بدري. ازاي الوقت بدري، وفي ساعات الظروف بتخدمك انت كمدير فني، في اصابات، في شويه برضو المباريات عدم توفيق في بعض المباريات، وبرضو في الفتره بتاعت ريكاردو اكتر من مباراه او مباراتين او اكتر اتظلمنا فيهم تحكيميا، ما دي برضو اثرت على مسيرته مع الفريق. ده كان ملف تاني التحكيم ده، بس خليها بقى في حلقه لوحده. اثرت عليه في مسيرته في المباريات، هو برضو لو كان بيكسب المباريات اللي هو في ادناه فيها النقط كان المنافسه تفضل لغايه الاخر، وبرضو لسه كرة في الملعب، احنا ما قلناش خلاص. طيب لسه بنلعب في الملعب، احنا لازم ننهي بقى الفقره دي كابتن سدي، بس بجد نورتنا، وزي ما كنا بنقول الملف التحكيم ده محتاج فقره لوحده، حضرتك تنورنا فيها تاني. بس متفائلين مع قدوم طبعا الخبير الانجليزي مارك كلايتنبرج، اللي المفروض ان هو هيطور بشكل كبير. مش عارفين جاي يطور ولا جاي كرئيس لجنه للتحكيم؟ لا هو لسه ما وضحش. لا 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 جاي يطور، هو جاي يطور، حتى هو لما اتكلم قال لك انا هاجي اطور، وعمل كده لسه، هو هيبدا بايه واللقاءات اللي يعني هيعملها. يعني مش هيستلم رئيس لجنه الحكام بغض النظر هيستلمها ولا لا، هو جاي بغرض تطوير. زي ما عمل مع اليونان التجربه الاخيره مع اليونان، وكان قرارات ناجحه جدا، ممكن يطور فنيا محاضراته وبتاع اي تطوير يا كابتن، انما لما يكون رئيس هتختلف بقى، لان هيتحاسب بقى، لا هيجي بقى يعمل عقد مع الاتحاد الكوره. هو جاي يطور هذه المنظومه، ده السبب اصلا، ده الغرض كده اللي المفروض ان هو جاي عشان يحققه. كل الاحوال احنا من سعداء بوجودك معانا، الله اكيد ده لصالحنا من مصلحتنا كلنا، عشان اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت ده ما ينفعش يستمر الحقيقه. فجزيل الشكر لحضرتك على وجودك معانا في فقرتنا النهارده. هنطلع فاصل يا حضرات، وان شاء الله بمجرد العوده هتكون منوراني الدكتوره ريهام الحياوي، وهنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا ليه علاقه بالشهيه وتحديدا بكيفيه التحكم في الشهيه. خليكم معنا. حلو ده.